الدرس الثاني. عنوان الدرس الثاني كان المجال المغناطيسي الناشي عن مرور تيار في موصل. أخذنا الجزء الأول اللي هو الموصل، كان عبارة عن سلك مستقيم، وتعرفنا كيف نحسب مقدار المجال ونحدد اتجاهه. وصلنا لفكرة بعنوان نقطة التعادل اللي راح نبدأ فيها حصة اليوم. في المثال رقم 19 بيقول لي موصلان مستقيمان متوازيان لا نهائي الطول، المسافة بينهما معطيني قيمة R بين الموصلين 30 سنتيمتر، يحمل أحدهما تيارا كهربائيا يساوي 3 أمثال التيار الذي يحمله الموصل الثاني. يعني لو فرضت هذا السلك الأول تياره مقداره I، السلك الثاني تياره راح يكون 3I، إذن أحد الأسلاك تياره 3 أضعاف تيار السلك الثاني. وقايل لي في السؤال إنه التيارين بنفس الاتجاه في العبارة الأخيرة في صيغة السؤال. شو طالب مني؟ بيقول لي حدد لي نقطة على الخط العمودي الواصل بينهما، هذا الخط العمودي الواصل بينهما بحيث ينعدم عندها المجال المغناطيسي. في البداية بنات طالب، كلمة ينعدم المجال المغناطيسي يعني قيمة بي توتال لازم تساوي إيش؟ صفر. لما أجي أقول بي توتال أكيد لأنه في عندي سلكين معناها راح يكون عندي مجالين مغناطيسيين، عشان تطلع محصلتهم تساوي صفر معناها مجال الأول بي واحد لازم يساوي بالمقدار مجال الثاني ويعاكسه بالاتجاه. يعني لما أجي أحط هيك واحد عكس الثاني بالاتجاه ومساوي له إيش؟ بالمقدار. طيب خلينا نشوف وين النقطة اللي راح تكون على الخط العمودي الواصل بين السلكين ممكن تحقق لي هذا الشرط. شو هو الشرط؟ انه يكونوا متعاكسين بالاتجاه ومتساويات في المقدار. في البداية خلينا نشوف الاتجاه. لو جيت احدد مجال السلك الاول، نيجي نبحث في هاي النقطة هون عن السلك الاول، هاي الابهام مع التيار زي ما تعلمنا القاعدة، الاصابع الى موقع النقطة، اذا المجال زد موجب. هاي السلك الأول أو بي واحد خلينا نسميها زين موجب. السلك الثاني هاي الإبهام مع التيار، هاي الأصابع إلى النقطة موقع النقطة اللي هي على يسار السلك الثاني، إذا أيضا المجال لوين؟ للخارج. هاي بي اثنين. في هاي الحالة يا أبناء الطلبة مجالين بنفس الاتجاه، هل يعقل أن تكون محصلتهم صفر؟ أكيد طبعا لا. ليش؟ لأنه بنفس الاتجاه المحصلة جمع، ولما أجمع مقدارين لا يمكن يطلع الجواب صفر. طيب نيجي نفحص نقطة هون موجودة في هاي المنطقة خارج السلكين وعلى يمين السلك الثاني. من السلك الأول هاي الإبهام مع التيار، هاي الأصابع للنقطة، إذا المجال للداخل هاي بي واحد. من السلك الثاني هاي الإبهام مع التيار، هاي الأصابع للنقطة، إذا أيضا للداخل زين سالب هاي بي اثنين. أيضا هون شو بلاحظ؟ المجالين أبناء الطلبة بنفس الاتجاه، وبالتالي لا يمكن أن تكون محصلتهم صفر لأن المحصل عبارة عن جمع. طيب ظل عندي المنطقة اللي بينهم، نيجي نفحص هاي المنطقة. من السلك الأول للداخل هاي زين سالب هاي بي واحد. من السلك الثاني هاي للخارج هاي بي اثنين. شو بلاحظ هون أبنائي الطلبة؟ إذن هاي النقطة الموجودة بين السلكين تحقق فيها الشرط وأن المجالين متعاكسين بالاتجاه، وبالتالي محصلتهم ممكن تكون صفر. نعم، لأنه بدي أطرح ممكن يطلع الجواب صفر. طيب شو معطيني معلومة؟ إنه هاي المسافة بين السلكين 30 سنتيمتر، وطالب مني أحدد موقع هاي النقطة بالضبط. شو يعني أحدد موقع هاي النقطة بالضبط؟ يعني أحدد بعدها إما عن السلك الأول أو بعدها عن السلك الثاني. طيب نيجي الآن بدي أفرض إنه بعد النقطة عن السلك الأول مثلاً R، بعدها بيكون عن السلك الثاني، تخيلوا إذا هاي R وهاي كلها 30 سنتي معناها هاي راح تكون 30 ناقص R، بحيث خليت الثلاثين بوحدة السنتيمتر بدي أحولها ما في أي مشكلة، وخليتها برضو ما في أي مشكلة، بتطلع معاي R اللي بدي إياها هاي المسافة طبعا، ولما عرف هاي المسافة كان نعرف هاي المسافة بالسنتيمتر. طيب نيجي الآن الحل.
قلنا هاي النقطة محصلة المجالين عندها تساوي صفر، معناها عطول بي واحد لازم تساوي بي اثنين في المقدار، والاتجاه بيناه بتحديد الاتجاهات. بي واحد سلك اثنين في عشرة قوة سالب سبعة في التيار السلك الأول اللي هو آي، أنا شغال عن المجال بي واحد تاع السلك هذا، على آر المسافة اللي هي آر المجهولة. بي اثنين بدي أقول اثنين في عشرة قوة سالب سبعة في التيار ثلاثة آي مقدار التيار الثاني، على المسافة بين السلك الثاني والنقطة ثلاثين ناقص آر. طبعا شو بلاحظ مساواة، هاي كلها بناية الطلبة، 2 في 10 سالب مع 2 في 10 سالب 7 بتروح، والآي هاي مع الآي بتروح. شو صف عندي؟ صف عندي انه هون 1 على آر تساوي 3 على 30 ناقص آر. ضرب تبادلي بصير عندي 3 آر تساوي 30 ناقص R زائد R عشان نطلع قيمة R زائد R بصير عندي 4 R تساوي 30 على 4 الطرفين على 4 بصير عندي R تساوي 30 على 4 على 2 15 بالتدريج على 2 2 15 على 2 منها R تساوي 7.5 سنتيمتر. إذن بعد نقطة انعدام المجال اللي بنسميها نقطة التعادل أيضا تعرف عن السلك الأول 7.5، معناها بعد عن السلك الثاني اللي هي 30 ناقص 7.5 اللي هي 22.5 تطلع قيمتها. شو اللي بستنتجه؟ وهذا راح يكون هسه اللي هو ملخص لمفهوم نقطة التعادل، خاصة لو جاني السؤال كسؤال اختر إجابة كيف أحدد موقعها بسرعة. بلاحظ هون يا أبنائي الطلبة لما كانوا التيارين بنفس الاتجاه موقع نقطة انعدام المجال كانت بينهم وأقرب إلى التيار إيش؟ الأصغر. بدليل هاي الحل طلع معاي بعد عن التيار الأصغر 7.5 سنتيمتر. الآن الملخص اللي بدنا إياه، لاحظ تحديد نقول هيك بصورة سريعة، تحديد نقطة التعادل أو انعدام المجال نسميها أيضا لسلكين مستقيمين متوازيين ويسري فيهما تيار. هسه لما اقول عندي سلكين مستقيمين يسري فيهم تيار في عندي احتمالين، الاحتمال الاول انه يكون التيارين بنفس الاتجاه كرسمي، فرضا هاي اي واحد وهي آي اثنين نفس الاتجاه، اتجاه التيار فيهم للخارج زد موجب، وليكن البعد بينهما آر مباشرة. الآن شو بديك عشان أجاوب سؤال اختر إجابة؟ إذا كانوا التيارين أبناء الطلبة بنفس الاتجاه فنقطة التعادل تقع بينهما، يعني في المنطقة اللي بينهم. هسا من حيث مقدار التيارين في عندي احتمالين، يا يكونوا التيارين متساويات في المقدار يا اما غير متساويه. بدي اخذ اول احتمال افرض فيه انه اي واحد اصغر من اي اثنين، تيار السلك الاول اصغر. عطول باجي بقول في هاي الحاله، هاي المعلومه اللي بدنا نثبتها بمخنا، اذا كانوا التيارين بنفس الاتجاه فان نقطه انعدام المجال تقع بينهما واقرب الى التيار الاصغر، اذا هون بيكون موقع نقطه التعادل، بحيث بفرض بعدها عن هذا السلك فرضا اي رمز اكس مثلا، بيكون بعدها عن السلك الثاني اللي هي ار
ناقص إكس. وكسؤال حل قبل شوي حلينا، أنا اللي بهمني أنه موقع نقطة انعدام المجال بينهما وأقرب إلى السلك الذي يحمل التيار الأصغر. طيب إذا كانوا التيارين متساويات في المقدار في هاي الحالة، فإن نقطة انعدام المجال تنصف المسافة بين السلكين. وإذا بدي أحل عشان أطلع البعد بالضبط زي ما سوينا في المثال، باجي بقول إنه بي واحد تساوي بي اثنين، بي واحد زي ما قلنا اثنين في عشرة قوة سالب سبعة في آي على آر، هون بعدها إكس سميناه، تساوي بي اثنين اللي هي اثنين في عشرة قوة سالب سبعة، هون طبعا آي واحد قلنا، في آي اثنين على البعد اللي هو آر ناقص إكس. طبعا هاي مع هاي بتروح، فبصف عندي آي واحد على إكس تساوي آي اثنين على آر ناقص إكس. هاي بستخدمها إذا كانوا التيارين واحد أصغر من الثاني عشان أطلع بعدها عن السلك الأصغر اللي هي قيمة إكس، على أساس إنه آر بتكون معي. طيب إذا تساوي التيارين في المقدار، تخيل أنا أجي أقول لكم آي واحد تساوي آي اثنين، شو راح تصفي هاي المعادلة؟ آي واحد هاي بتروح معي، يعني راح صفي عندي أبناء الطلبة واحد على إكس تساوي واحد على آر ناقص إكس. أضرب ضرب تبادلي، شو بصفي عندي؟ آر ناقص إكس تساوي إكس زائد إكس الطرفين زائد إكس، بصير عندي آر تساوي 2 إكس. أنا بدي أطلع إكس بعد عن السلك على 2 على 2، فبصير عندي إكس المسافة بعد عن السلك تساوي آر على 2، يعني نص المسافة بين السلكين. وهذا اللي حكيناه. إذن الملخص بصورة سريعة، تيارين بنفس الاتجاه نقطة انعدام المجال بينهما أقرب إلى السلك الذي يحمل التيار الأصغر، وإذا تساوى التيارين في المقدار فإن نقطة التعادل تنصف المسافة بين السلكين. طيب نيجي الآن الحالة الثانية، إذا كانوا التيارين متعاكسين بالاتجاه، الحالة الثانية باء، التيارين متعاكسين بالاتجاه، فرضا هاي آي واحد، نغير وضعية الأسلاك، هاي آي اثنين، البعد بينهما آر. في هاي الحالة شو نعرف أبناء الطلب؟ إذا بنفس الطريقة اللي بديت فيها حل المثال، إني بحدد اتجاه المجالين هون بيطلعوا متعاكسات، بحدد اتجاه المجالين هون بنفس في المنطقة اللي بين السلكين بيطلعوا بنفس الاتجاه، إذا لا يمكن تكون هون نقطة انعدام. بحدد المجالين هون بيطلعوا متعاكسين، إذا صار في عندي احتمالين يا هون يا هون. دائما وأبدا نقطة انعدام المجال أقرب إلى التيار الأصغر. لو جيت فرضت إنه آي واحد أصغر من آي اثنين، في هاي الحالة باجي بقول هون نقطة انعدام المجال خارجهما، إذا كانوا التيارين متعاكسين نقطة انعدام المجال خارجهما وأقرب إلى التيار الأصغر، آي واحد أنا فارضها أصغر، باجي بقول هاي نقطة انعدام المجال، بفرض بعدها عن السلك الأول إكس فرضا، بيكون بعدها عن السلك الثاني آر زائد إكس، المسافة هاي كلها اللي هي آر زائد إكس. عطول بي واحد زي ما حكينا تساوي بي اثنين، هاي كقانون نتوصل له، بي واحد ده جاول اثنين في عشرة قوة سالب سبعة في آي واحد على إكس بعد عن السلك الأصغر تساوي اثنين في عشرة قوة سالب سبعة في آي اثنين على آر زائد إكس. 2 في 10 سالب 7 مع 2 في 10 سالب 7 بتروح، بصير عندي آي 1 على إكس تساوي آي 2 على آر زائد إكس، وهاي العلاقة اللي بستخدم عشان أحدد المسافة إكس اللي هي مقصود بها البعد، هون إكس أبناء الطلبة، فهي العلاقة والعلاقة السابقة في التيارين بنفس الاتجاه، إكس المقصود فيها
بعد نقطة انعدام المجال عن السلك الذي يحمل التيار الأقل أو الأصغر مقدارا. طيب تخيل الآن جيت قلت لك تساوي التيارين، لو جيت قلت لك آي واحد أصبحت تساوي آي اثنين، شو معنى هاي؟ ما هاي بتروح، فراح يصفي عندي واحد على إكس تساوي واحد على آر زائد إكس. لو ضربت ضرب تبادلي بصير عندي إكس تساوي آر زائد إكس. طبعا قبل ما أكمل، هل يعقل إنه إكس تساوي آر زائد إكس نفسها؟ طبعا هذا غير منطقي. أو اطرح ناقص إكس، لاحظوا ها ناقص إكس راح تطلع معي آر إيش بتساوي؟ صفر. طب هل آر بين السلكين صفر؟ موجود. لذلك إذا كانوا التيارين متعاكسين بالاتجاه، الملخص أبنائي الطلبة، إذا كانوا التيارين متعاكسين بالاتجاه فإن نقطة انعدام المجال تقع خارجهما في المنطقة اللي خارجهما وأقرب إلى التيار الأصغر، وإذا تساوى التيارين في المقدار فإنه لا يوجد نقطة تعادل، يعني مش راح أقدر أجد نقطة يكون عندي محصلة المجال تساوي صفر. هذا ملخص لمفهوم نقطة إيش؟ التعادل.